الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مدبولي يبحث مقترحات زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا، وصادرات مصر لدول القارة تحقق 6 مليارات دولار حتى أكتوبر 2023. منظمة الصحة العالمية تعلن قيامها بمهمة مشتركة مع الأمم المتحدة لتسليم إمدادات طبية لمستشفى الشفاء شمال غزة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مصر والكويت عنوان لعلاقات راسخة تجمع البلدين عبر عقود. وتأكيدا لخصوصية هذه العلاقة، لا تتوانى مصر عن الوقوف بجانب أشقائها في مختلف الظروف والأوقات. أقسم بالله العظيم أن أحسن بالدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية بالأمس. وكان الرئيس السيسي قد نعى الزعيم الفقيد مثمنا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة 3 أيام في جمهورية مصر العربية. ودع أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير بعد إتمام مراسم الدفن. وتلقى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء في كافة المعزين أو من كافة المعزين بمقر المقابر بعد دفن الجثمان. وكان المصلون من أسرة الصباح قد أدوا صلاة الجنازة في وقت سابق على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح بتقديم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق. بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ولفيف من أسرة الصباح ورجال الدولة بالكويت، تم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليصل إلى مثواه الأخير بالصليخبات. صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف أقيمت في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق. مجلس الوزراء الكويتي أعلن الحداد العام بالبلاد لمدة 40 يوماً، في حين أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتية تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أيام كعطلة رسمية نظراً للمصاب الجلل بوفاة أمير البلاد. ولد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو عام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1921 و1950. وقد تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في 29 من سبتمبر عام 2020، وأدى اليوم التالي 30 من سبتمبر 2020 اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد، ليكون الحاكم 16 للكويت وفقا للمواد التي نص عليها دستور الكويت
وأحكام قانون توارث الإمارة. تميز الأمير الراحل منذ شبابه بشخصية هادئة وحازمة ومتزنة محبة للعمل والإنجاز، وأسهم في تحقيق النجاح في جميع المناصب التي تولاها، وذلك خلال مسيرته في مختلف الجهات التي امتدت نحو 6 عقود، بذل خلالها جهوداً جبارة في تطوير العمل فيها، إضافة إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوضح أنه عمل بأحكام الدستور الكويتي والمادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، معلناً تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت. وعبر تطبيق زوم من الكويت ينضم إلينا الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي. يعني بعد التحية وخالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة أمير البلاد الراحل الفقيد نواف الشيخ نواف الأحمد أرجابر الصباح، يعني كان سندا دائما لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت، كيف رأيت ذلك في مسيرة الراحل؟ بعد التحية مرة أخرى وخالص تعازينا في وفاة أمير البلاد الفقيد الراحل الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعني كان دائما سندا لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت، كيف رأيت ذلك في مسيرة الراحل؟ دكتور عايد هل تسمعني؟ نعم نعم، الحقيقة يعني شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على التعزية، ويعني مصر الغالية على قلوبنا كلنا، بالتأكيد أنها تتألم نفس ألمنا. الحقيقة الأمير الراحل كان مثالا للدماثة الأخلاقية العالية، وكان نموذجا للتواضع والتسامي، وكما دائما أنا أوصفه بكل اعتزاز بأنه التقي النقي الذي حقيقة هو رب الأسرة الفعلية كأسرة صغيرة بالنسبة له زوجته وأبنائه أو الأسرة الكويتية بشكلها العام، وبالتالي هو الحقيقة يعني والد الجميع كما نسمي بالكويت الأمير. وبالتأكيد أيضا أن فقدنا برحيله شخصية غالية على قلوبنا ومحبين لها ومحبة لنا للأمانة، ورجل حقيقة خدم الكويت في أكثر من مجال، من محافظ لمنطقة حولي التي كانت خليط من السكان الكويتيين وغير الكويتيين وبالذات الفلسطينيين من فترات الستينيات إلى التسعينيات، وأيضا فيما بعد وزيرا للداخلية في أوقات كانت حرجة الحقيقة تداعيات الحرب الإيرانية العراقية، والكويت كانت ساحة من ساحات الحقيقة التصفيات التي كانت تجري. أيضا الحقيقة تولى وزارة الدفاع وعمل على إعداد القوات المسلحة الكويتية لتكون قادرة على الدفاع عن الكويت، لأنه حقيقة دستوريا الكويت لا تشن هجوما وإنما تكون دائما في حالة الدفاع. لكن طبعا حدثت الأحداث بخدعته وأمورها التي معروفة للجميع، وأدى ذلك لاحتلال الكويت بالرغم من استبسال القوات المسلحة الكويتية. بعد التحرير الحقيقة تولى الله يرحمه إن شاء الله الشيخ نواف، تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان هو الرجل المناسب في ذلك الوقت لهذه المرحلة الصعبة بعد بالفعل. يعني كان الفقيد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان سندا دائما لقضايا أمتنا وامتداد لاستقرار الكويت، كيف رأيت ذلك في مسيرته؟ طبعا الحقيقة كل حكام الكويت للأمانة على الأقل من الاستقلال إلى اليوم، نهج الكويت هو مساندة قضايا الأمة العربية وتقديم كل أنواع الدعم الممكن للدول المواجهة كما كنا نسميها،
مصر وسوريا والأردن. وحقيقة الكويت أيضا شاركت بكل فخر بحروب 67 و73 على الجبهتين المصرية والسورية. والحقيقة أيضا نذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت وبفاعلية في حرب تحرير الكويت. لذلك يعني اللحمة العربية الأساسية أنه الكويت دائما مع القضايا العربية. منظمة التحرير وحركة فتح على وجه الخصوص تأسست في الكويت. الشيخ نواف الحقيقة رجل يعني محب للأمة وحريص على مساندتها، ولذلك عندما تولى الحكم كان يوجه الحكومة والقيادات بضرورة تعزيز العلاقات الأخوية والتواصل مع الأخوة العرب وإعطاء الفرصة للعمالة العربية بأن تعمل في الكويت، لأنه هذه العمالة العربية هي أهلنا وناسنا ولغتنا وقيمنا، وبالتالي يعني هي الأجل لنا طالما هي موجودة وممكنة أفضل مما نستعين يعني عمالة قد تكون ثقافيا يعني واجتماعيا خارج. دكتور عايد، خلال الأوقات الصعبة بتتضح معالم العلاقات بين الدول، كيف يمكنك قراءة العلاقات المصرية الكويتية في هذه المرحلة الدقيقة؟ العلاقات الكويتية المصرية الحقيقة ليست جديدة بالمناسبة، يعني حقيقة على الأقل منذ عام 1961، يمكن قبل ذلك 1945 تم إنشاء بيت الكويت في القاهرة للطلبة الكويتيين، والذين كانت يعني الجامعات المصرية الملجأ شبه الوحيد، يعني بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وبالتالي يعني كانت هناك علاقات. بعد الحقيقة استقلال الكويت تعرضت الكويت لتهديد من جارها العراقي في ذلك الوقت عبد الكريم قاسم، وكانت مصر الحقيقة بطليعة الدول التي تصدت، والرئيس جمال عبد الناصر في تلك المرحلة الحقيقة يعني ساند الكويت وعلنا ووصف عبد الكريم قاسم بالمجنون، وبالتالي قدم إسناد وأرسل قوات إلى الكويت ضمن الجامعة العربية. وما بعد ذلك عملية الحقيقة الغزو وما ترتب عليها ومساندة مصر للكويت، وأيضا وقوف الكويت إلى جانب مصر في خلال حروب الحقيقة. حتى يعني في عام 1956 الكويت لم تكن مستقلة، كانت الحقيقة تحت الحماية البريطانية. يعني بالفعل هي علاقات ممتدة لعقود، هي علاقة أشقاء أخوية بالفعل. وتعازينا للفقيد، شكرا جزيلا لك الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر زوم. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بالقاهرة، معبرا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات الثنائية واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفيرة مملكة البحرين، سعادة سفيرة مملكة الدنمارك، سعادة سفير جمهورية كوريا، سعادة سفير جمهورية النمسا، سعادة سفير البوسنة والهرسك، سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة سفير مملكة هولندا، سعادة سفير جمهورية تركيا، سعادة سفير جمهورية لاتفيا، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سعادة سفير دولة قطر،
سعادة سفيرة رومانيا، سعادة سفير جمهورية رواندا، سعادة سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة سفير الجمهورية اليمنية، سعادة سفير الجمهورية القرقيزية. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر غد الاثنين موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. كانت الهيئة قد أعلنت أنها لم تتلقى أي عون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد من الجدول الزمني للعملية الانتخابية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوه التواجد المصرية في أفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة، ذلك في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز من أواصر العلاقات. وخلال اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، تم استعراض المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الأفريقية، حيث وصل حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي إلى نحو 6 مليارات دولار، ذلك بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيلها. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، حيث أكد أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف لضمان الاستدامة في كفاءة المباني للوزارات. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بأعمال حماية شواطئ الأسكندرية وتوسعة الكورنيش، مشيرا إلى وجود إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الأسكندرية وتوسعة الكورنيش، شدد مدبولي على أن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى. وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الأسكندرية لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها. استشهد 24 فلسطينيا وأصيب العشرات خلال قصف لطائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات أغلبيتهم من النازحين. وجنوبا أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل. كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس وساحلها الغربي.
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 5 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في هجوم إسرائيلي على طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوزارة أن فلسطينيا آخر استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم إسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية قبل أيام قليلة. وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في كل من قطاع غزة والضفة إلى أكثر من 19,000 شهيد وإصابة نحو 55,000 آخرين، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة من أجل تسليم إمدادات صحية وطبية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك. وأشارت المنظمة إلى أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية. من جانبها أعلنت مؤسسات دولية وأممية إن أطفال غزة يتعرضون إلى أذى بالغ جراء التصعيد الإسرائيلي. طلبت الصحة الفلسطينية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بمستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال قطاع غزة. وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن هناك 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحضانات بمستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجلاءهم. لم ترحم قوات الاحتلال الإسرائيلي عجز المصابين والمرضى في غزة وعدم قدرتهم على الحركة أو الهرب، وانتهكت حقوق الإنسان وضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط. مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال قطاع غزة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. بعد أيام من حصار المستشفى اقتحم الاحتلال المستشفى وقامت قواته بدفن الجرحى والنازحين وهم أحياء، وذلك في ساحة المستشفى وفق شهادات الطواقم الطبية. الساعة تقريبا 7:00 و7:30 راحوا المبنى وبدأوا يفتشوا وسحبوا الكادر واحد واحد للتحقيق والمصابين. طبعا في جثث هنا كانت حوالي 6 جثث، والمريضة 600 فوق توفت. نزلوه بعد شو سووا فيه، أنا على كلام الكادر إنه حرقه، بس أنا مش متأكد أنا من المعلومة يعني كويس، لأنه كانت مسطرات هنا الجثث. ما شهده المستشفى من انتهاكات دفع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي في تلك الجرائم التي استهدفت المرضى والنازحين والطواقم الطبية على مدار الأسابيع الماضية، وأشار إلى ظهور أحد الجثامين وسط أكوام الرمال وسط تأكيد مواطنين أنه كان مصابا قبل دفنه وقتله. المرصد أكد أيضاً أنه بعد أيام من الاعتداءات المتكررة والحصار نفذت جرافات الجيش الإسرائيلي عمليات تجريف داخل المستشفى ودمرت بالكامل الجزء الجنوبي منه قبل أن تنسحب مخلفة دماراً هائلاً. قتلت ناس اندفنت هناك تحت الركام، واطفال اماكن من الخوف، في جرحى كان وضعهم يعني بامكانهم يعيشوا، بس عشان فيش معدات انهم يتعالجوا فماتوا راحوا فيها. حسبي الله ونعم الوكيل كان السبب. احنا بيتنا حال جدري، عن جد تعبنا، ولا بس فينا حيل، لا دار دور ولا لنا قرايب. من جانبها دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى تحقيق دولي في الشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
المشاهد السابقة من مستشفى كمال عدوان تأتي ضمن عملية استهداف شاملة للمستشفيات والخدمات الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر في جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني ودفعه للنزوح عن أرضه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سوف تواصل القتال حتى النهاية في الحرب الجارية مع قطاع غزة. وفي تصريحات له أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحقق جميع أهدافها، ومنها إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 من شهر أكتوبر. جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، مؤكدا أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، وأن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة. كما جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مضيفة أن أحياء بأكملها قد تحولت إلى أكوام من الركام. تواصل مصر جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، سعياً للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم. يأتي هذا في حين غادرت الطائرات السعودية 31 مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 25 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، يعني بعد التحية، أنت تعلم أن الجهود المصرية تتواصل وأيضا نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات والدول لتغير موقفها لصالح القضية الفلسطينية، ولكن تستمر المأساة مع استمرار التعنت الإسرائيلي. كيف تقرأ المشهد خلال الفترة المقبلة؟ يعني في الواقع أن رغم التعنت الإسرائيلي ورغم وضع العراقيل ورغم قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلا أن مصر دولة وشعبا مصرة ومستمرة في جهودها من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته إنسانيا ضمن المسار الإنساني الذي تتحرك فيه مصر، إلى جانب طبعا المسارات الأخرى السياسية والأمنية. وهذا المسار حقيقة نجحت مصر عبر الدبلوماسية النشطة والفعالة في يعني حشد الدعم الدولي من وتوضيح الصورة الحقيقية على الأرض فيما يتعلق أو ما يواجهه الفلسطينيين من يعني جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وحصار تام ومخالفة وانتهاك واضح لكل القوانين الدولية، حتى قوانين الحرب التي ينبغي أن تحمي المدنيين أوقات الحروب، لكن قوات الاحتلال واستمرارها وسياسة الأرض المحروقة بتزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني، خاصة في مع دخول فصل الشتاء وهذا الشتاء القارص. بالتالي في هذا رغم هذه التحديات، إلا أن مصر حقيقة مصرة وساهمت ونجحت في إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين عبر معبر رفح. شكلت المساعدات المصرية 80% من المساعدات، ومصر يعني تبارت المؤسسات المجتمع المدني المصري الصحية كريمة وتحالف العمل الأهلي وغيرها لتعكس هذا الدعم الكبير للجانب الفلسطيني. وبالتالي يعني هناك تحديات كثيرة مع استمرار سياسة الأرض المحروقة، مع استمرار تحدي إسرائيل للأراضي الدولية وقرارات الجمعية العامة بوقت إطلاق النار
واعتقد ان اسرائيل هناك من يحميها وهناك من يدعمها في الغرب، خاصه الجانب الامريكي وهو من يشجعها للمضي او يعني يسعها الى ان تتحدى هذا المجتمع والاراده الدوليه وان تنتهك القوانين الانسانيه وان تستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني. لكن مع ذلك رغم كل هذه التحديات فان الجهود المصريه جهود ناجحه، جهود مستمره بتعكس حرص مصر وتتحرك على زاويتين في الناحيه الانسانيه. المسار الاول وادخال المساعدات، مصر اكبر داعم للفلسطينيين، هناك مساعدات مستمره عبر معبر رفح، ثم ايضا العمل والتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين في حي هذا الدعم الدولي الشعب الفلسطيني. واعتقد ان كان حدث تحول كبير في الراي العام العالمي في المنظمات الدوليه فيما يتعلق بالمعاناه الحقيقيه للفلسطينيين، وهذا ما حدث على خلاف ربما الايام الاولى بعد 7 اكتوبر، كان هناك نوع من الصمت الدولي، كان هناك نوع من نماذج الضمير، لكن مصر استطاعت ان توقظ الضمير الانساني مره اخرى، وبالتالي هذا المسار الانساني تتحرك عليه مصر بكل جهودها، هذا واضح حاليا في تخفيف المعاناه عن الاشقاء رغم هذه التحديات، هناك مساعدات ضخمه دخلت القطاع، نجحت مصر في ادخال الوقود في الاول يدخل 40 شاحنه مصريه عبر معبر رفح وغيرها من المساعدات، بما يعكس حقيقه هذا الاولويه المصريه لوقف اطلاق النار، هن انسانيه وتخفيف معاناه على الشعب الفلسطيني، طبعا الى جانب التحرك الحثيث على المسار السياسي. نعم 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 دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بوتين يقول إن لا مصلحة لروسيا في خوض قتال مع حلف الناتو. نتابع مع حضراتكم لقطات حية لوصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا نتابع مع حضراتكم الآن وصول السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. We'll be right back.
كما نتابع مع حضراتكم لقطات حية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الديوان الأميري، حيث ولد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو من عام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1921 و1950. وقد تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في 29 من شهر سبتمبر من عام 2020، وأدى اليوم التالي الموافق 30 من شهر سبتمبر 2020 اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً للبلاد ليكون الحاكم 16 للكويت، ذلك وفقاً للمواد التي نص عليها دستور الكويت وأحكام قانون توارث الإمارة. وتميز منذ شبابه بشخصية هادئة وحازمة ومتزنة محبة للعمل والإنجاز، كما أسهم في تحقيق النجاح في جميع المناصب التي تولاها خلال مسيرته في مختلف الجهات التي امتدت لنحو 6 عقود، بذل خلالها جهود جبارة في تطوير العمل فيها، إضافة إلى تعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا. كما نتابع مع حضراتكم لقطات حية لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوضح أنه عمل بأحكام الدستور الكويتي والمادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، معلناً تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت. We'll be right back.
رحم الله الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. والآن ننتقل إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلنطي الناتو في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا هي محض هراء. وفي تصريحات له أضاف بوتين أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلنطي. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق روسية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبياتسك وروستوف وفولوغراد دون تقديم المزيد من التفاصيل. قال حاكم منطقة أوداسا الأوكرانية أوليا كيبر إن حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها أودى بحياة مدني في المنطقة بعد أن قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. وذكرت القوات الجوية أن أنظمتها الدفاعية دمرت صاروخ كروز إضافة إلى الطائرات المسيرة، مضيفة أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا فلسطينيا من طراز إسكندر لم يصل لهدفه دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الروسية قامت بتحميل صاروخ فلسطيني جديد عابر للقارات من طراز يارس في منشأة إطلاق بقاعدة كوزيلك في منطقة كالوجا جنوب غربي موسكو. ونشرت وزارة الدفاع مقطعا مصورا للصاروخ العملاق الذي تم نقله إلى منشأة إطلاق وتحميله على منصة. تم تصميم الصاروخ وطوله 23 مترا ليحمل مركبات تسمح للصاروخ بإيصال رؤوس حربية نووية متعددة إلى أهداف مختلفة. والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك شكرا لك أميرة وشكرا لك منى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حصر لإجمالي قطع الأراضي الصناعية والتي تم تخصيصها في الفترة الماضية وموقف كل قطعة وما تم بشأن الأراضي التي لم يشرع المستثمر في استغلالها. كما وجه مدبولي بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية خاصة في مدن السادس السادات وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وغيرها، وأكد أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين المصريين وكذلك العرب. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات اعتبارا من الأول من يناير القادم 2024. كما أشارت الهيئة إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجل الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجل الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.
أعلنت هيئة قناة السويس عن انتظام حركة الملاحة في القناة، وأشار إلى أنها تتابع عن كثب التوترات الجارية التي في البحر الأحمر وتدرس كذلك مدى تأثيرها على حركة الملاحة في القناة. أشارت الهيئة إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 من نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023 انخفضت لتبلغ 9 مليارات و100 مليون دولار. كما أوضح المركز أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال الربع الثالث من العام 2023 نحو 8 مليارات و500 مليون دولار مقابل نحو 7.7 من 10 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي 2022. دعت الحكومة البرازيلية مصر للمشاركة كضيف في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة البرازيل للمجموعة والتي بدأت من ديسمبر الجاري ولمدة عام واحد. تعكس هذه الدعوة البرازيلية روابط الصداقة والتعاون ما بين البلدين، وتجسد كذلك مكانة مصر إقليميا ودوليا ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية والدولية الرئيسية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تداولات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين. في هذا الإطار ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 9 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى تريليون و682 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بما نسبته 28% ليصل ويحقق ما قيمته 24,792 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 1.58% ليصل ويحقق ما قيمته 5,450 نقطة. كذلك الارتفاعات شملت مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف ما قيمته 1.40% إلى قيمة ليصل في نهاية المطاف إلى مستوى 7,877 نقطة. أنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم على ارتفاعات بنسبة 0.5% مواصلا سلسلة مكاسبه المدفوعة بمؤشرات على اقتراب تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا وأغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج اليوم حدادا على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح. أكدت روسيا على أنها ستزيد من تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق أوبك بلس لدعم الأسعار. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إن تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر ستتجاوز 300,000 برميل يوميا بحلول مايو ويونيو القادم. من جانب آخر قال نوفاك إن غاز بروم زودت الصين بحوالي 19 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب قوة سيبيريا في 10 أشهر. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. العناوين والختام مع زميلتي ميرنا وأميرة. شكرا لك مصطفى. أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة صديق المستهلك بمشاركة كافة ممثلي ومنسقي شركة السلع المعمرة. تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وتقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة. مبادرة صديق المستهلك الغرض منها هو إزالة أسباب الشكاوى اللي تم تقديمها للجهاز من قبل المستهلكين. عدد الشركات احنا بنتكلم في 22 شركة موجودين النهاردة في الجهاز وبكرة وبعده.
زمايلي في الجهاز هيقعدوا معاهم، كل شكوى بيتم حلها ان سبوت وانت قاعد، مش هياخد وقت انها تخلص. ال 3500 شكوى الموجودين في الجهاز دلوقتي في الوقت الراهن، احنا كنا بنتكلم على 22000 شكوى متبقي بس في شهر ديسمبر 3500. الشكاوى دي المفروض تنتهي خلال ال 15 يوم دول، نبدا 2024 بالنسبه للسلع المعمره بالذات ان احنا نبدا بصفر شكاوي. تسعى الدوله جاهده للتحول الرقمي في العمليه التعليميه لمواجهه التحديات والوصول الى اعلى مستويات التعليم سواء في المناهج او تدريب المعلمين. وفي هذا الاطار اكد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي ان هناك 2500 مدرسه اصبحت ذكيه وبها بنيه تكنولوجيه قادره على تطوير المنظومه التعليميه، حيث جاء ذلك خلال ورشه عمل تشاركيه لاجراء تحليل رفيع المستوى لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم. احنا شغالين مع وزارة التربية والتعليم بقالنا فترة طبعا في الموضوع ازاي نأمل الديجيتال ترانسفورميشن جيرني اللي وزارة التربية والتعليم بتعملها، زي ما حضرتك شفت في البرزنتيشنز التحول الرقمي الكبير اللي بيحصل، كل حاجة بقت تابلتس، كل حاجة بقت سمارت، الحاجات دي بيبقى دايما فيها ريسكس ان في اتاكرز وفي ناس كتير بتحاول تخترق الشبكات دي، فاحنا شغالين مع الوزارة في ان احنا ازاي نأمن البنية التحتية ونأمن كل التطبيقات اللي شغالة فيها الوزارة مع طبعا مع للطلبة في المدارس والحاجات دي كلها، ازاي نقدر نأمن الشبكة دي من أي اختراقات ممكن تحصل، وازاي نأمن الامتحانات والحاجات زي كده. أنا هنا لأفتتح ورشة عمل عن التحول الرقمي التعاوني بالشراكة مع وزارة التعليم المصرية. بدأنا عملنا بإنشاء تحالف تحول التعليم في 2020، ونعمل من أجل تحسين التعليم بالشراكة مع عدة دول أبرزها مصر. أمرت السلطات الأسترالية الآلاف من الأشخاص بالانتقال من شمال ولاية كونتيرا إلى أماكن مرتفعة لتجنب خطر الفيضانات. وذكرت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز أن أكثر من 50 حريقا اشتعلت وتم فرض حظر كامل بسبب اشتعال النيران في العديد من المناطق بما في ذلك مدينة سيدني. في محاولة لتجنيب السكان خطر الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة، أمرت السلطات الأسترالية آلاف الأشخاص في شمال ولاية كوينزلاند بالانتقال إلى مناطق مرتفعة. وأصدرت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند تحذيرات على موقعه على الإنترنت لأجزاء من الشمال، وقالت إن هذه المناطق تواجه خطر الفيضانات مع اقتراب المد العالي واستمرار هطول الأمطار، مشددة على ضرورة انتقال السكان إلى مناطق مرتفعة. ونجمت الفيضانات عن أمطار غزيرة جراء الإعصار المداري السابق جاسبر الذي اجتاح المنطقة قبل أيام، ومن المتوقع أن يتسبب في حدوث المزيد من الفيضانات، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية هطول أمطار غزيرة في منطقة كيرنز، مما قد يؤدي إلى سيول شديدة الخطورة تشكل تهديداً على الحياة. وعلى جانب آخر مناقض تماماً لهذا الوضع، كانت أجزاء كبيرة من أستراليا قد تعرضت لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات، وذلك في عدة ولايات. وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت إن التحذيرات من الموجة الحارة صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي. وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز الولاية الأكثر كثافة سكانية في أستراليا إن أكثر من 50 حريقا اشتعلت السبت، وتم فرض حظر كامل بسبب اشتعال النيران في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة سيدني. هو وضع صعب تشهده أستراليا بين محاولات لاحتواء مياه الفيضانات وجهود لإطفاء نيران الحرائق، وهما أزمتان تهددان الكثير من الأرواح وقد تخلفان دمارا شديدا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين.
الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت ويؤدي واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مدبولي يبحث مقترحات زيادة التبادل التجاري مع إفريقيا، وصادرات مصر لدول القارة تحقق 6 مليارات دولار حتى أكتوبر 2023. منظمة الصحة العالمية تعلن قيامها بمهمة مشتركة مع الأمم المتحدة لتسليم إمدادات طبية لمستشفى الشفاء شمال قطاع غزة. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، دمتم في أمان الله.